أهل الملاحين. إياك أخي الحبيب أن تلجأ إلى غير الله في وقت الشدائد وحتى في وقت الرخاء. نصيحتي لك أن تلجأ إلى الله فهو يكفي. أنا أحببت أن أرسل لكم هذه الآية الكريمة التي معظمنا يغفل عنها للأسف، وهي آية مهمة في القرآن الكريم، سورة النمل. الله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. القضية أيها الأحبة تحتاج إلى تذكر، تحتاج إلى تفكر منا، تحتاج أن نثق بالله عز وجل لعلاج مشاكلنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني من يجيب المضطر غير الله؟ الكلام هذا الله وجهه لنا، هذا السؤال الله هو الذي يطرحه علينا. هل هناك من يجيب المضطر إذا دعاه غير الله؟ هل هناك من يستطيع أن يكشف السوء إلا الله تعالى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لذلك أخي الحبيب، احرص إذا مرضت، إذا أصابك هم، إذا أصابك فقر، إذا وقعت في مشكلة، مشكلة عائلية أو مشكلة مع أحد من الناس، أول شيء فكر فيه أن تلجأ إلى الله وأن تكرر هذه الآية 7 مرات. احفظوها رجاء وكرروها 7 مرات، ثم ادعوا بما شئتم، والله تعالى هو القادر أن يكشف هذا الضر ويكشف السوء إن شاء الله. أختم بهذه الآية، أرجو أن نحفظها جميعا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكر. صدق الله العظيم.